قليل من السياق الممتاز الآن. جميل، هيا فلنذهب من هنا يا أصدقاء. ييه السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة يس بليز. اليوم جيتكم بفيديو جديد من مهام جي تي اي 5. أتمنى أن يكون يومكم بخير يا شباب. أنا يومي بخير. نحن الآن مع تريفر يا أصدقاء. لقد دخل لعائلة هذا الشخص، سيقوم بتدميرها يا شباب. Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death, bringing great joy to a lonely man. حسنا، هيا لنرى يا أصدقاء. Some girls laugh when they. ماذا سيفعل تريفر؟ لقد بدأ الآن تريفر في الدخول في مهام أخرى في لوس سانتوس. What kind of person are you? I'm that kind of person. سوف نرى الآن يا أصدقاء ماذا سيفعل تريفر. في مدينة لوس سانتوس، وأعتقد يا شباب سيقوم بعمل بعض من المشاكل الأخرى الآن. حسنا، هيا فلنذهب يا تريفر لكي نرى ماذا يريد. لقد غيروا ملابسهم يا أصدقاء لملابس العمال، وسنقوم الآن بالذهاب يا شباب. هيا اصعد. هذا الشخص الغبي دائما يضرب في السيارة ولا يعرف الصعود جيدا. لاحظوا معي يا أصدقاء، تريفر هو الوحيد الذي يسوق مثل هذه السيارة في المدينة. لقد حاولت يا أصدقاء إيجاد مثل هذه السيارة هنا في مدينة لوس سانتوس، لكنني لم أجدها يا أصدقاء. تريفر عجيب. أريد أن أشكركم يا شباب كذلك على مساندتكم يا أصدقاء في الفيديوهات الخاصة بجي تي اي 5 وعلى الردود المميزة يا شباب. شكرا جزيلا يا أصدقاء. قليل من السياق الممتاز الآن. جميل، هيا فلنذهب من هنا يا أصدقاء. ييه There's been all these Meriwether folks hanging around. Meriwether Security Consulting, private army to the New World Order. My butt's gone. The folks waging outsourced shadow wars in 20 countries around the globe and recently cleared to operate. لقد اقتربنا من الوصول يا أصدقاء. Sounds like them. So there's a private militia in the port. The first person يا شباب، لاحظوا معي سيارة تريفر. I guess now that you mention it. لاحظوا معي سيارة تريفر بالفيرست بيرسون يا أصدقاء. أعتقد يجب علي الدوران، ليس هذا هو المكان. من الصعب يا أصدقاء السياق بالفيرست بيرسون، وخصوصا أنني لا أستعملها كثيرا. لاحظوا معي الغاز إلى آخره. ها قد وصلنا يا شباب. هيا افتح الباب يا حبيبي. هيا ها قد وصلنا يا أصدقاء. نعم أكيد. هيا هيا جيد. ماذا يجب علينا فعله؟ هل يجب علي الدخول معكم؟ أعتقد لا، يجب علي الذهاب مع فلويد. حسنا، هيا. helicopters coming in and out of here, you know, those big sky crane things that could pick up a whole container.
Now this is restricted airspace. هيا أريني الطريق. لقد جئنا البارحة واليوم بدأنا في العمل. قرب البحر. Well, we got a port that stretched to 50 feet. Now, what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the river and turn her over past. لك متي يا أصدقاء لكنني لا أستطيع. That is the freighter I told you about. What do you think they got on it? We just stevedore them. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my curiosity. Over there, 2 o'clock. لاحظوا معي يا أصدقاء، ميري ويدر إنهم يضربون ذلك الشخص البريء. ميري ويدر. يستعملون القوة. حقيرين. حسنا، ماذا سأفعل أنا؟ هل يجب علي الصعود هنا؟ حسنا، يجب علي الضغط هكذا. نعم هكذا وهكذا. حسنا، يجب علي الذهاب من الجهة الأخرى يا شباب. Not always, sir. Just around you. And it's just they're gonna check us. جيد، هيا. يجب علينا الذهاب الآن وحمل يا أصدقاء الكونتينرز. سوف نحاول المرور من هنا يا شباب. لا تقلقوا لا تقلقوا، إنه تريفر. تريفر فهو محترف في كل شيء. أعتقد يجب علي حمل هذين الاثنين يا شباب. حسنا، لا تقلق لا تقلق، يجب علي العودة للوراء. جيد، الآن أعتقد أننا سنستطيع حملها يا شباب. هي. حسنا، لا تقلق، سوف نقوم الآن برفعها يا شباب والذهاب ووضعها في المكان الموجود في الخريطة. حسنا، ها قد جئت. لا تقلق، ها قد جئت يا حبيبي، ها قد جئت. ابتعد من الطريق. بوم، جيد جدا. سوف نقوم بأخذ الأخيرة الآن يا أصدقاء. حسنا، هيا فلنقم بأخذ الثانية الآن. أعتقد يا شباب بأننا سوف ننجح هذه المرة، لأنني لن أقوم بالمرور من ذلك المكان. جيد، هيا أصدقاء كي نقوم بوضع هذه الأشياء في مكانها المخصص. جيد، يجب علي الذهاب الآن إلى الكرين. حسنا، الكرين هي تلك المنطقة يا أصدقاء، هيا فلنقم بالذهاب إليها. جيد، سوف نقوم الآن بالصعود يا أصدقاء فوق إلى الكرين لكي نقوم بأخذ الصور ونقوم بإرسالها إلى رون، لأنه يجب علينا التدقيق في هذه المنطقة يا شباب، لأن تريفر لديه
شيء ما يريد عمله للعالم يا أصدقاء. Hey, you need me to get your union rep up here right now? Sooner you get in the cab, sooner we can get out of here. حسنا. Come up onto this catwalk. ماذا يجب علينا فعله الآن؟ Right, I'm here. What do I do? First off, نعم. Position the cabin over a container. حسنا. There's some lights on the spreader that should help with alignment. حسنا، لا تقلق. هكذا يا صديقي. جيد. كيف أستطيع الآن إنزال هذه الأشياء؟ نعم جيد، هكذا جميل. أين سأقوم بأخذها الآن؟ هكذا. حسنا. لا تقلق، سوف نقوم بالذهاب الآن إلى النهاية هكذا. لا هكذا. نعم. جيد، ها هو مكانه يا أصدقاء. هكذا. أين هي الشاحنة؟ ها هي الشاحنة يا أصدقاء. حسنا، لا تقلق، أعتقد بأن جيد جدا. جيد، لقد أحسننا العمل يا شباب. الآن يجب علينا العودة يا أصدقاء وأخذ الكونتينر الآخر. حسنا، جيد، لقد رأيته، لا تقلق. بوم، لقد أخذناه يا شباب. الأمر سهل جدا، يجب علي يا أصدقاء الذهاب والعمل في مثل هذه الشركات. الآن لقد أصبحنا محترفين. حسنا، لقد وصلنا عند الشاحنة الآن يا أصدقاء. أين هي الشاحنة؟ ها هي يا شباب. جيد، هكذا، جيد. بوم. حسنا، كل شيء رائع الآن. جميل، لقد نجحنا يا أصدقاء. سوف نحاول الآن أخذ صور. يجب علي الذهاب للفانتيج بوينت. أين هو الفانتيج بوينت؟ نعم، إنه في المكان الآخر. جيد جدا يا أصدقاء. يجب علينا أخذ الصور الآن يا شباب. الهاتف، صور، سكانين ستوراج. حسنا، هيا. جيد، فوتوغراف ذا فرونت اوف ذا شيب. يجب علي أولا عمل صورة لمقدمة السفينة. بوم، جيد. كنتينيو. حسنا، تيك فورت اوف ذا جارد. ها هو. بوم، جيد. هل نجحنا يا اصدقاء؟ تيك ا لونج شوت اوف ذا باك. يجب علي تصوير خلفية السفينة. ها هي. ساند ايماج تورون. حسنا، سنقوم الان بارسال الصور إلى ران. حسنا يا ران. ديساند كرين. سنقوم الآن بالنزول. جيد، لقد وصلت الصور الآن إلى ران. فوتو ساند، جميل. هيا يا تريفر، سنقوم بالنزول الآن. يجب علي النزول بدون سرعة يا شباب لكي لا نسقط ونموت ونضيع المهمة. اقتربنا من السقوط يا أصدقاء. حسنا، أين أنت؟ أنت هنا. حسنا، هيا.
سأقوم أنا بالسياقة يا حبيبي. سوف نقوم الآن بالذهاب وأخذ الشاحنة إلى الدوكين أريا، مكان السفينات إلى آخره. افتح الباب يا حبيبي، مع السلامة. طيط طيط، مع السلامة. I love Deborah. If she loved you, she'd be here, wouldn't she? But she's not. You know I'm insecure. You've got a dead end job. What? Oh, هذه الشحنة أمامنا يا أصدقاء. It's dead end. لا أستطيع المرور. وسبقها يا شباب. لأنها عريضة جدا. لو كانت هناك سيارة لقمت بي. المرور عليها يا شباب. جيد جيد. مع السلامة أيها الشاحنة الثقيلة. قد اقتربنا من الوصول الآن يا شباب. There must be a lot of it. جميل جميل، ها قد وصلنا يا أصدقاء على ما أعتقد. Hey, hey, hey. ميري ويدر. No entiendo. No understando. Manifesto. Manifesto say deliver here. Hey, stop. Oh. لقد جئت إلى مكان ميري ويدر يا حبيبي. God don't speak English. لاحظوا معي تريفر الآن. أوه إنهم يضربون. أوه ميري ويدر، أشخاص حقيرين. هيا يا تريفر، هيا. جيد، سيقوم الآن تريفر بأخذ شنطة المعلومات. سيقوم بالهروب. تريفر خطير يا أصدقاء. حسنا يا شباب، أعتقد بأن هذه هي نهاية المهمة. أتمنى أن تعجبكم يا أصدقاء. لا توجد العديد من الأكشن في هذه المهمة يا شباب. هيا فلنقم بسرقة هذه السيارة يا أصدقاء والذهاب. بوم. مع السلامة يا أحبائي، مع السلامة. روني يتصل. أعتقد أنه ليست نهاية المهمة يا شباب، يجب علينا السياقة مرة أخرى. هذه السيارة تشبه سيارة صديقنا فرانكلين. Way it looks to me, there's a container below deck. نعم They're نعم. guarding it for the government, keeping it off the books. Oh. Serious military technology. Oh, نعم يا رون. Of course, I just found a manifest. They're testing something out at sea. نعم. Now get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man. كذا إذن. Of course, yeah. لقد يا أصدقاء، لقد اكتشف رون بأن هناك مخزونات خاصة بالعساكر يا شباب، ولذلك فإن تريفر سوف يحاول سرقة تلك الأشياء. أعتقد أن هناك أسلحة أو شيء من هذا القبيل. من الممكن أن يكون هناك نووي يا شباب، لذلك فإن تريفر سوف يحاول سرقة تلك الأشياء. فهو يقوم الآن بدراسة الأمر، وإذا قام بسرقة تلك الأشياء فأعتقد بأنه سوف يقوم ببيعها إلى الصينيين أو شيء من هذا القبيل. فكما تتذكرون يا أصدقاء، فإن تريفر كان يعمل مع بعض من الصينيين، فإذا نجح في الأمر فأكيد سوف يجني العديد من المال من تلك الأشياء. أعتقد المهمات المقبلة سوف تظهر لنا يا شباب الحقيقة. حسنا، هيا فلنقم الآن بالذهاب يا أصدقاء إلى منزل تريفر على ما أعتقد. ولقد ترك ذلك الشخص تعتني به الميري ويدر. يعتنون به باللكامات. تريفر حقير يا شباب، لا يهمه أمر أي أحد، فقط يهمه نفسه والمال. أعتقد بأننا اقتربنا يا شباب، وبهذا سوف تكون هذه نهاية هذه المهمة. صراحة لا يوجد في هذه المهمة العديد من الأكشن والأسلحة والقتل إلى آخره،
لكنها مهمة جيدة. ها قد وصلنا يا أصدقاء. حسيا الشباب أتمنى أن يعجبكم الفيديو، إذا أعجبكم فلا تنسوا الضغط على زر لايك. أنتظر ردودكم يا أصدقاء. هيا فلنقم بالصعود إلى المنزل. أوه تريفر الحق خير. حسنا يا أصدقاء يجب علينا الدخول إلى المنزل. نعم. ماذا يوجد هنا يا حبيبي؟ لقد أنهينا المهمة يا شباب. ماذا حدث لهذا الشخص؟ حسنا يا شباب أتمنى يعجبكم الفيديو، إذا أعجبكم فلا تنسوا الضغط على زر لايك. أنتظر ردودكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.